السلام عليكم ورحمة الله، متابعينا الأعزاء، أهلا بيكم حلقة جديدة من شرح تطبيقات نظم معلومات الجغرافية والاستشارة عن بعد. جات لنا رسائل كتير الفترة اللي فاتت عن كيفية الحصول على موزايك لللاندسات من خلال البيانات المتاحة أونلاين، موزايك يكون بيغطي العالم كله. فلقينا الموقع بتاع الليفنج أطلس الخاص بموقع إزري. الموقع ده ممتاز وممكن يوفر موزايك لمرئيات لاندسات زي ما هنشوف. الموقع هنلاقي عليه لايرز كتيرة جدا، في عندنا 8428 لاير بين بيانات متعددة، وورلد ايمجري وخرائط ترافيك وبيانات تانية كتير، في منها الفري اللي بنقدر نعمل اكسس عليه على طول، وفي منها اللي بيحتاج اشتراك بالموقع وبيكون بشكل مقابل او مش بشكل مجاني. لو احنا عايزين نشوف مرئيات لاندسات هنعمل هنا في السيرش، هنكتب لاندسات 8 ونشوف السيرش على اللانسات 8، هنلاقي فيه طبقات كتيرة لللانسات 8. احنا ممكن نستعرض حاجة كمثال وانتم ممكن تعمموا الفكرة على بقية اللير. احنا عندنا هنا لللانسات 8 في 75 ريزلت. هنفتح المالتي سبكترال لانسات. الموقع احنا ممكن من خلال البيانات المتاحة اونلاين ممكن نشوف على طول البيانات اونلاين، او ممكن نأكسس للبيانات دي من خلال برامج الارك جي اس، او ممكن من خلال برامج تانية زي ما هنشوف. هنا بيدينا مواصفات اللاير والابديت بتاعها وعدد المشاهدات، وبيدينا معلومات عن البندات المستخدمة ومعلومات عن الاكوزيشن ديت وعن كل البيانات المتاحة على الموزايك ده. بنشوف في الاخر في الداتا سورس، هو هنا بيقول ان هو فري لايسنس، ممكن ناكسس على البيانات دي فري، مش محتاجة اكونت، مش محتاجة يوزر. هنشوف ازاي ناكسس عليها. احنا ممكن نعمل اوبن الماب فيور عشان نشوفها اونلاين، او ممكن كمان اوبن ان ارك جي اس، ممكن في الارك ماب او الارك جي اس برو. لو اخترنا اوبن ان ارك ماب هيعمل لنا ايه، سيف لي ماب باكج او لاير ممكن نفتحها على طول جوه البرنامج بتاع الارك ماب. هنستعرض البيانات اونلاين ونشوف الاول هي مكونه من ايه وممكن نتعامل معاها ازاي. هنقول له اوبن ان ماب فيور، هنلاقي فتح لنا خريطه الطبوغرافيه بتاعه العالم واللاير بتاعتنا اللي هي المالتي سبكترال لاندسات. بنقدر نعمل زوم بالبقرة ونقدر نروح على اي مكان احنا عايزينه. هنلاقي موزايك للعالم كله مالتي سبكترال. احنا ممكن كمان نتحكم في العرض بتاعه ونتحكم في البندات او الكومبوزات اللي احنا محتاجين نستعرضه. لو احنا وقفنا على اللير هنا هنلاقي بتظهر لنا التول بار اللي موجودة دي، هنلاقي فيها شو ليجند بيقول لنا الليجند بتاع الماب البندات اللي معروضة. هو هنا عارض الشورت ويف انفراريد 1 والنير انفراريد والبلو، ده الديفولت. كمان احنا ممكن نفتح الشو تيبل بحيث ان احنا نشوف السينز اللي مكونة للكومبوزايت ده. هنلاقي دايما الترتيب الاحدث وعلى حسب الكلاود كفر، بيخلي الكلاود كفر القليل في الاول اللي ما بيكونش فيها نسبة غطاء سحب كبيرة. هنشوف لو احنا كمان عملنا كليك على اي مكان في الماب هنلاقي الشرايح اللي بتتعرض قدامنا للمنطقة. هنلاقي فيه هنا في المكان اللي انا ضغطت فيه في 6 ريزلت من 1 ل 6، بيدينا مواصفات الاكوزيشن ديت والمعلومات عن الشريحة دي. لو قلت له نيكست بيبتدي يعرض لي اللي بعدها وهكذا. كذلك احنا ممكن نتحكم في نعمل فلتر للبيانات بحيث ان احنا نضيف اي فلتر او اي معادلة زي ما احنا شايفين كده. ممكن نضيف نقول له نختار الفيلد اللي احنا عايزين نعمل عليه، ممكن نختار بالديت، ممكن نختار بالكلاود كفر، ممكن نعمل اي فلتر بحيث ان احنا نفلتر البيانات بتاعتنا زي ما احنا عايزين، بحيث
بحيث ان احنا نحصل على النتائج لفترة معينة. يعني لو قلنا مثلا acquisition date هنقول له، ممكن نقول له في تاريخ كذا بالتحديد او between كذا، فممكن نقول له between مثلا، خلينا نرجع دي مثلا 1 ديسمبر 2019 لحد 8/2، وبعد كده نقول له apply filter. هو هنا بيبتدي يفلتر النتائج بتاعتي وبيجيب لي الديت بس اللي انا اخترته. كل ما نعمل زوم طبعا كل ما بياخد التايل اللي بعدها الريزولوشن الاعلى، وهكذا. لو ضغطنا على الماب هنلاقي هو هنا عرض لنا الريزلت اللي احنا عملنا فيها فلتر بس، النتائج اللي احنا عملنا فلتر بس. هنلاقي من 27 يناير، 26 ديسمبر، 10 ديسمبر، 11 يناير، 4 ريزلت بس اللي احنا عملنا على اساسهم فلتر بالديت. لو عايزين نرجع بديت قبل كده برضو بنرجع تاني على الفلتر ونبتدي نغير الفلتر بتاعنا بحيث ان احنا نعرض بيانات زي ما احنا عايزين. لو احنا مش عايزين فلتر بنعمل ريموف فلتر، فبيبتدي يشيل لنا الفلتر، وفي الحالة دي بيجيب لنا كل الريزلت المتاحة طبعا، عشان احنا كنا عاملين فلتر لفترة من شهر 12 لحد التوقيت ده، فكان في نسبة سحب كبيرة. طبعا السحب بتقل في فترة الصيف وهو بيعرض لنا الأقل كلاود كفر. احنا كمان ممكن نتحكم في طريقة العرض. هو هنا بيقول لنا عندنا 161 ريزلت في المنطقة اللي احنا دوسنا عليها وهكذا. كذلك احنا ممكن نختار الكومبوزيت اللي احنا عايزينه بحيث ان احنا نعرض البيانات. احنا ممكن نبقى حاطين اكتر من لاير وممكن نتحكم في الشفافية بتاعتنا. هنا في الايمج ديسبلاي هنلاقي في الديفولت كومبوزايت هم عاملينه، بيوضح تطبيقات معينة، في حاجات للاجريكالشر للزراعة، في باسيمتري، في كولرد انفراريد ويز دي ار اي. الدي ار اي اللي هو دايناميك رينج، هو بيغير ال بيغير الترانسبيرنت، بيغير درجة الوضوح والبرايتنس والكلام ده اوتوماتيك. فكل ما بعمل زوم ان او زوم اوت فبتبتدي النتائج تتغير. وممكن اعمل كمان او انا عايز اعمل ستريتش تايب مينيمم اند ماكسيمم ستاندرد ديفيجن بيرسنت كليب. لو شفنا من غير الستريتش هنلاقي الكومبوزايت اللي اتعرض معانا اللي هو الكالرد انفراريد ويز دي ار اي. وهنا لو وقفنا على التول دي او البار دي هنلاقي بيدينا البندات اللي هو مستخدمها في الموزايك او في الكومبوزايت، البندات اللي هو استخدمها. وممكن كمان نعمل ستريتش ونحدد الستريتش بتاعنا من كذا لكذا زي ما احنا عايزين، نقول له ابلاي، فبيبتدي يغير لي في ال اقول له دايناميك رينج ادجستمنت عشان يبتدي يتغير معايا مع الفيو، او اقول له خليه من غير دايناميك رينج، وممكن اقول له مش عايز ستريتش وهكذا. بتحكم فيها كأني بالظبط بستخدمها على البرنامج الارك او اي برنامج تاني. في كومبوزايت كتير، في حاجات للناتشرال كلر ده بيعرض لي الالوان الطبيعية بتاعت المرئية اللي هي البندات هتبقى 4-3-2 في الحالة دي، اللي هو الريد والجرين والبلو وهكذا. في تاني حاجات خاصة بالجيولوجيا برضو، هو هنا بيديني بيانات الكومبوزايت المستخدم او البندات المستخدمة. وفي حاجات انواع مختلفه من الكومبوزايت. كمان في الان دي في اي هنلاقيه بيدينا التدرج الغطاء النباتي او الخضري، المؤشر بتاع الغطاء النباتي. كل ده برضو اوتوماتيك اونلاين. وكمان في ال ان دي دبليو اي اللي هو الدورماريس ديفرنس موزاي مويتشر اندكس،
وفي كمان ممكن تعمل انت كاستم او تعمل انت الموزايك اللي انت عايزه، بحيث ان انت تختار اي 3 بندات عايز تركبهم في القنوات، وبتبتدي تحط انت البندات اللي انت عايزها. وهكذا. ده بالنسبة لاستخدام البيانات بشكل اونلاين، واقدر اخد انا الطبقة دي واستخدمها على اي برنامج نظم معلومات جغرافية، واقدر اعمل كمان change detection لو رجعنا تاني close ورجعنا تاني هنا لللاير، هنلاقي فيه ممكن اعمل image display order بحيث ان انا اخلي ترتيب البيانات بتاعتي بالشكل اللي انا عايزه. ممكن ارتبها باي كولم او عن طريق البيانات الاتريبيوت، ممكن ارتبها بالكلاود كفر، ممكن ارتبها بالديت او اي حاجه. وكمان ممكن نعمل انيبل تايم انيميشن بحيث ان احنا نشوف التغير على مدار الفتره معينه. هنا ببتدي يجيب لنا المرئيات من سنة 72 بالنسبة لللاندسات، هنا بيقول لنا من 72 لحد سنة 77، كده هو هيغير كل 5 سنوات. وابتدي احرك السلايد بار، لو في بيانات موجودة في التاريخ ده هتبتدي تظهر معايا. في الفترة دي ما كانش فيه كومبوزيت، ابتدى تاني يظهر من سنة 87 لسنة 92 وهكذا. وابتدي اشوف التغير اللي بيحصل على فترات متباعدة من الزمن كتشينج ديتكشن. واقدر كمان نرجع تاني نقفل الديسيبل تايم انيميشن، وبنقدر نعمل كمان برنت بشكل مباشر للماب او الماب ويز ليجند، بحيث ان احنا لو عايزين نطبعها او نخرجها في شكل PDF او في شكل مرئية او نبعتها على طول للطباعة. كمان احنا ممكن نلاقي فيه طبقات تانية كتير. في كمان اللانسات المعمولة بان شارب، هو هنا الريزولوشن هنلاقيه 30 متر. في حالة البان شارب فهنلاقيه هو عمل لها بان شارب وحولها ل 15 متر، فطبعا بتدينا وضوح اكتر. وممكن كمان نلاقي في الطبقة بتاعت اللاندسات لير بيبقى حاطط أكتر من طبقة، ممكن ننزلهم على طول كباكج نستخدمهم مع برنامج مع برامج الجي اي اس. وهنلاقي في أنواع كتيرة من الكومبوزايت، ممكن ناخد أي لير من دول على طول ونشتغل مع نشوفها أونلاين زي ما شوفنا، أو نبعتها على طول لبرامج نظم معلومات الجغرافية. طيب احنا لو عايزين نبعت البيانات دي لبرامج نظم معلومات الجغرافية، احنا قلنا في حالة ان احنا بنحفظها من هنا للارك ماب او للارك جاي اس برو بينزلها لنا في شكل لاير، بناخدها على طول ونفتحها جوه برنامج الارك. او لو احنا عايزين نستخدمها على اي برنامج تاني، هنلاقي فيه هنا رابط للسيرفر، بننسخ الرابط ده ونروح على اي برنامج نظم معلومات جغرافية وليكن برنامج الكوانتم. برنامج الكوانتم برنامج مجاني، ممكن نأكسس البيانات دي من خلاله عن طريق ان احنا نروح على في القائمة بتاعة البراوزر، هنلاقي في ارك جي اس ماب سيرفر، هنقول كليك يمين نيو كونكشن ونبتدي ننسخ بس الرابط ونقول له ان ده لاندسات ومش محتاج تسجيل، هو على طول بيشتغل بشكل اوتوماتيك بشكل مجاني. هنقول له اوكي، هنلاقي اللاير نزلت معانا هنا. لو شفنا البيانات اللي فيها، مجرد ان احنا على طول بنفتحها دبل كليك فبتبتدي تحمل معانا جوه البرنامج بالبندات بتاعتها زي ما احنا شفنا، موزايك للعالم كله. هو طبعا بيشتغل في حالة ان انت عندك لازم يكون جهازك متصل بالانترنت، لان البيانات دي موجودة اونلاين. وطبعا كل ما تكون سرعة الانترنت اعلى كل ما بتاخد مرونة وسهولة في العرض، وبتحس ان البيانات اكنها موجودة على الكمبيوتر بتاعك، مش بتحتاج ان انت تنزلها او تحفظها على الكمبيوتر.
وبتقدر برضو من خلال الموقع تجيب اي لير تانية وتحملها، بحيث ان انت تحمل كل الطبقات اللي انت محتاجها. ده الموضوع باختصار. لو انت عايز موزايك لأي مكان في العالم، من مرئيات اللانسات من سنة 72 لحد تاريخ النهاردة، هتلاقيها موجودة بسهولة، وممكن تستخدمها على أي برنامج نظم معلومات جغرافية، وممكن من خلال برامج نظم معلومات الجغرافية تبتدي تعمل سيف أو تعمل اكسبورت للماب بتاعتك في شكل جيوتيف أو شكل صور. وهكذا. أتمنى يكون التطبيق عجبكم، ونشوفكم في حلقات تانية جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.